عمارة تانية للنادي الأهلي. بعض الأصوات بتطالب بسبب يعني هبوط مستوى محمد شناوي بعض الشيء، إن مصطفى شوبير يبتدي ياخد فرصة بشكل منتظم في ماتشات الدوري وبعض ماتشات الكاس. شايف دي أصوات يعني عقلانية؟ هل إنك تدي مصطفى شوبير في التوقيت ده هل يكون نوع من الذكاء، ولا بتحط ضغوط على اللاعب؟ انا شايف ان هي هتبقى ضغوط عليه شويه بحكم سنه الصغير. هو الراجل اثبت في الماتشين اللي لعبهم في فتره غياب الشناوي ان الراجل عنده امكانيات هايله جدا ومركز في الملعب وقادر ان هو يكون من حراس مرمى الاهلي في السنين اللي جايه. بس لما بتشوف كده مثلا حراس المرمى سواء في مصر او على مستوى العالم بيبدا اللي هو المستوى العالي بتاعهم ممكن يبدا من اواخر العشرينات، يعني بنتكلم من 27 28 سنه، وبعد كده ممكن تلاقي الحراس بدات تظهر البيك او التوب ليفل بتاع الحارس المرمى مختلف عن اللاعب بالظبط. فانت ان انت تدي الحارس المرمى بتاعك وعنده 23 سنه ونادي كبير زي الاهلي وان انت تبتدي تقول له لا خلاص انت الاساسي بتاعي، لا هو هيبقى حمل كبير عليه جدا، وخصوصا ان الانديه الكبيره عموما مش اهلي بس، اي نادي كبير عنده قاعده جماهيريه كبيره لو ممكن يساند اللاعب الناشئ بتاعه او اللاعب الشاب بتاعه في اول فتره لو في اخطاء، بس لو الاخطاء بتزيد هيبتدي الهجوم يتحول عليه ويبقى في انتقادات كبيره. فبالتالي انا شايف يعني بالمعنى البلدي كده ما حقوش من دلوقتي، انا ممكن اديله ماتشات كل فتره، يعني كل فتره اديله ماتشات الكاس مثلا زي ما بنشوف في انجلترا الحراس الاحتياطيين هم اللي بيلعبوا ماتشات الكاس بيبقى خلاص بتاعتهم لغايه الفاينل، ممكن نعمل معاه حاجه زي كده. ممكن ان احنا مثلا لما يبقى خلاص لو الاهلي وصل لمرحله ان هو في الدوري حسم الدوري مثلا قبل نهايته بايا كان عدد الماتشات اللي ممكن ندي مصطفى شوبير فرصه زي كده ان هو يقدر ان هو يكون موجود ويثبت نفسه. فكره ان انا العبه من دلوقتي لا، هي انا شايفها بالنسبه لي هتبقى ضغط كبير عليه، وممكن ان انا اعمل يعني اضغط عليه واخسره قدام، ودي حاجه هو باين ان هو عنده امكانيات كويسه فمفيش داعي ان انا اخسره في السنين اللي جايه. محمد الشناوي مستواه انخفض في الفتره الاخيره مفيش فيه اي كلام، متفقين ان في دروب مفيش انا شايف كده بصراحه، يعني هو سواء مع الاهلي او منتخب مصر فيعني انا شايف ان الشناوي مش هو بتاع السنين اللي فاتت. ممكن اجهاد، ده عادي اسباب عديده بالظبط. ده عادي كل لاعبين العالم بالظبط ممكن يفضل سنتين فوق ويجي كده في كام ماتش مستواه يقع لاي سبب من الاسباب ممكن يحصل، وبعد كده يرجع يستعيد تاني عافيته ويقدر ان هو يرجع مره تانية. فانا شايف ان احنا يعني او الاهلي ما يضحيش بالشناوي من دلوقتي، لسه بدري قوي على الموضوع ده بصراحه، وشايف ان هو الكلام فيه كبير قوي زنا على اللزوم مش محتاج. انت ممكن مثلا لو هو مجهد ممكن ادي بقى مصطفى شوبير ماتش ولا حاجه لغايه ما الشناوي يستعيد عافيته مره تانيه. ممكن مثلا لو في زي ما قلت لك لو في ماتشات مش ذو اهميه كبيره الاهلي ممكن ان هو مصطفى يشارك ويبقى الشناوي موجود، بس تضحيه بالشناوي دي انا شايف ان هي حاجه كبيره جدا، وخصوصا ان هو الحارس الاول لمنتخب مصر دلوقتي، فانا يعني من الصعب ان انا اضحي بيه من دلوقتي. وشوبير لسه قدامه سنين ولسه قدامه تألق مصطفى شوبيري. خلينا نقول ان الاهلي ليس بحاجه للتعاقد مع حارس تاني، دايما بنسمع ان الاهلي مرتبط بمحمد بسام وغيره من الاسماء انها تكون حارس بديل لمحمد شناوي. تألق مصطفى شوبيري يخليه على الاقل ضامن مركزه كحارس تاني بعد محمد شناوي. انا بقول لك انه يعني طبعا علي لطفي دلوقتي مصاب، لكن انا بشوف انه خلاص دلوقتي مصطفى شوبير فرض نفسه انه على الاقل هيكون الحارس الثاني في النادي الاهلي. يعني بالمستوى اللي قدمه في المباراتين اللي لعب فيهم بعد اصابه علي لطفي، وطبعا كان محمد الشناوي مع المنتخب، اثبت فيهم ان هو حارس يعني من طراز متميز. طبعا السمات الشخصيه لحارس المرمى بتظهر على طول، يعني بتعرفه من رد فعله، من التحرك بتاعه مع المدافعين، الكلام بتاعه مع الخط الدفاع بتاعه. مصطفى شوبير ظهر فعلا كورته كويسه، ودي نقطه من النقط اللي دلوقتي بتقيم عليه حارس المرمى. وعلى فكره وفي كور صعبه يعني تختبر فيها كحارس، لا هو كان حاضر فيها وكان رد فعله سريع جدا والبديهه عنده بتشتغل بسرعه. فانا اعتقد ان هو على الاقل، انا مع هشام انه ما ينفعش يتم يعني انه مصطفى هو اللي يبقى الحارس الاول في الحارس الاول. يعني اولا انت بتضحي بالشناوي من غير مبرر، ده حارس طبعا خبرة عندك. ثانيا ممكن تحرق مصطفى بدري، فبالتالي تبقى انت ضربت الاثنين. لكن اللي هيحصل الفترة الجاية، الشناوي اكيد هو الحارس الاساسي للنادي الاهلي، مصطفى شوبير بيدخل بعديه علشان لو في اي فرصة سواء مثلا الشناوي مجهد او سواء ان هو في مباراة الكاس هيتم الدفع بيه، انا بقول لك ان هو هيبقى الحارس رقم اثنين. علي لطفي اللي هيحصل ممكن يبقى حارس رقم 3، او ان الاهلي ممكن يتعاقد مع حارس جديد. لكن في النهايه مصطفى شوبير الرؤيه انه خلاص انت دلوقتي بتبدا تبني حارس جديد للنادي الاهلي.